السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل الحديث في المولكولار تكنيكس. أنهينا المرة الماضية موضوع الدي إن إيه وطبيعة الإكستراكشن بتاعته من ناحية الفيزز، وتحدثنا عفوا عن موضوع الدي إن إيه كواليتي والكوانتيتي، كيف بنقدر نعملها يعني ايفالويشن. الآن إن شاء الله هنتحدث على نقطة أخرى في موضوع المولكولار تكنيكس. هنتحدث على موضوع الموديفيكيشن. يعني كان الحديث في بداية المادة تحدثنا إنه في عندنا حاجة بيسموها عملية الريكومباينيشن. الريكومباينيشن هي عبارة عن عملية إعادة صياغة لهذا الدي إن إيه. إذا خلينا نقول وكأنه إحنا عايزين نعمل نوع من الموديفيكيشن، هي نفس الحديث بالنسبة لموضوع الريكومباينيشن. فبيجي بيقول لي مثلا هنا ذكر لي مثال انه في عنا تكنيك اسمه كلونينج، دي ان اي كلونينج. اوكي، هذا الدي ان اي كلونينج على اساس انه يحصل عندي عمليه كلون لقطع الدي ان اي. المقصود بالكلون انه احنا نزود العدد بتاع هذا الدي ان اي اللي احنا وي ار انترستد ان، تمام. فبقول لي اذا انت عايز تعمل عمليه كلونينج في الحاله هذه، عايز تعمل عمليه انه يكون عندك القطعه بتاعت الدي ان اي. يعني مثلا فرضا انا عندي قطعه الدي ان اي اللي هي عباره عن الجين ذات وي ار انترستد ان، اعتبر مثلا هذا جين بتاع الانسولين، تمام. جين الانسولين موجود عندي في كروموسوم واكيد بيشغل اللي هو طول معين، اعتبره 2 كيلو 3 كيلو مش قضيه، اوكي. وعايز تعمل نوع من البزنس في هذا الموضوع، انك انت دائما هذا الجين بدك اياه يضل موجود عندك عشان تصنع منه بروتين اللي هو اعتبر الانسولين. اذا معناته انا في الحاله هذه قطعه الدي ان اي لازم انا احصل عليها، فبحصل عليها لابد يكون تعمل عمليه كات لمين لهذه القطعه. ومن هنا اجى مفهوم انه لابد انا يكون عندي تكنيكس، تمام، اللي هي بالمعنى الاصح انه لابد يكون عندنا فكره على حاجه بسموها ريستريكشن انزيمز، تمام. ريستريكشن ايش؟ انزيم على اساس نعمل اللي هي او نوجد هذه الريستريكشن فريجمنت اللي احنا هنعملها كلونينج. هنحكي عن موضوع الكلونينج بالتفصيل ان شاء الله ليتر اون، اوكي. هذا جانب. جانب اخر، لو انا مثلا على سبيل المثال عندي في موضوع الكلونينج، احنا ما دام في السياق، تمام، في عندنا ممكن الاحظ يوجد عندي هناك مسنجر ار ان اي ماتشور. واحنا عارفين ايش معنى مسنجر ار ان اي ماتشور. مسنجر ار ان اي ماتشور يعني انه هذا المسنجر جاهز، تمام، انه على طول يعمل ترانزليشن. فانت ممكن تعمل كلونينج لهذه القطعه المسنجر ار ان اي، انك تحوله لكومبلمنتري دي ان اي، تمام، قطعه دي ان اي، وقطعه الدي ان اي تعملها طبعا بعد ما انت تحول هذا بواسطه اللي هو الريفيرس ترانسكريبتيز انزيم، تأخذ هذه القطعة وتعملها يعني غرس في داخل فيكتور، تمام. فهذه العملية في حد ذاتها نحتاج انه الفيكتور هذا او العائل الوسيط انه نعمل له كت، تمام، نعمل له ايش؟ كت. وكذلك انت تحدثت في البداية قلنا انه قطعة الدي ان اي اذا انا بدي اياها من الاصل بدون ما احولها الار ان اي من الجين نفسه طبعا، وعاد هو الافضل انه يكون على طول تكون قطعة دي ان اي عبارة عن كومبلمنتري جياني من ماتشور مسنجر ار ان اي. ولكن لو انا عايز اخذ القطعة هذه وانا بدون ما اعملها عملية ماتشوريشن كمسنجر، هي كقطعة بشكل عام عايز اخزنها من باب التخزين، تمام، من باب ايش؟ انه يكون عندي تخزين، اوكي. انا محتاج اني اعمل كات. اذا اجت هنا مفهوم الريستريكشن انزيمز في عمليه الكات، لابد يكون عندي ايش؟ ريستريكشن، يكون عندي ريستريكشن انزيمز، اوكي. وهذا حيكون حديثنا ان شاء الله في خلال المحاضره. اذا الفيرست ستيب في هذا الامر انا عايز اعمل ريستريكشن انزيم يوز. وهنا اللي بيحصل انه الانزيمز ان جنرال، اوكي، انا في عندي لابد انت عايز تعمل كت، تعمل كت فروم انسايد ذا دي ان اي. فهذا اللي بيقولوا انه هذا الريستريكشن هو عباره عن ريستريكشن انزيم اندو نيوكليز انزيم، اندو نيوكليز ايش؟ انزيم، تمام. اذا هذا الاندو نيوكليز انزيم، اوكي، له دور بانه يعمل عمليه كت لقطع الدي ان اي بغض النظر قديش طولها، تمام، اوكي.
اذا هذا القطعه بدك تعملها عمليه ايش كت على اساس انه يكون عندك القطعه اللي انت بدك اياها. اذا هذا الامر بتطلب انه يكون عندي specific enzymes تمام مطلوبه تكون عشان تقطع في منطقه معينه من هذا الدي ان اي تمام. يكون عندنا اللي هو تارجت اني انا بدي اقطع للجين اكس انه من طرف الجين تمام من ناحيه ال5 برايم ومن طرفه من ناحيه 3 برايم على اساس اقطع لابد يكون عندي هناك انزيمات. هذه الانزيمات مهمه انها تقطع في هذه المنطقه. وهذا الكلام اللي احنا حنستدل فيه من خلال الحديث بتاعنا. اوكي اذا حنعطي الفريجمنت بتاعتنا من خلال هذه اللي هو الريستريكشن انزايمز. عاده كمان جانب اخر انه انت لما انت تقطع تمام بدك تستخدم ريستريكشن اندونيوكليز وكمان انت ممكن تستخدم لايجيز. ليش؟ لانه انت الان قطعت اذا عايز هذه القطعه تعملها عمليه اللي هو يعني انسيرشن في داخل العائل تاعها اللي بنسميه الفيكتور تحتاج الى انزيم لايجيز على اساس ايش يعني يشبك. واحنا مر علينا كلمه لايجيز يشبك هذه القطعه مع مين؟ مع اللي هو الفيكتور اللي انت بدك اياه واللي انت كمان قطعته. اذا وكان انت بتقول لي بنفع اقطع الفيكتور وادخل القطعه تاعتي في داخل الفيكتور كلام سليم. كمان في عندنا مفهوم الانزيمات انا عايز اعمل بوليمريز مثلا. طبعا البوليمريز هذا موضوع اخر انه انا على اساس ابني قطعه دي ان اي جديده بكميه كبيره انا بستخدم اللي هي بوليمريز. هذا كلام بس في السياق. والنيوكلي اللايجيز قلنا بيعمل عمليه الجوينينج تمام. اذا موضوع النيوكليز في عندنا اللي هي فكره والكلام هذا تحدثنا عنه كنا نتحدث زمان على الدي ان اي بوليمريز بتاعه البكتيريا او بتاعه الهيومن او مثلا كنا نقول في عندنا دي ان اي بوليمريز 1 و2 و3 تمام. في منه من هذا الانزيمات موجوده البوليمريز تشتغل شغل وكانه عباره عن اكسو نيوكليز. ايش يعني؟ بتقطع من الحفه بتاعه اللي هي نهايات اللي هو الدي ان اي بتاعتنا عشان هيك بنسميها احنا ايش يعني خلينا نقول عباره عن فانكشن بتعملها. لكن انا في عندي تمام نيو انزيم اسمهم اندونيوكليز وانزيم اسمهم اكسونيوكليز. يعني لو انا كان عندي قطعه دي ان اي انا ممكن اقطع قطعه الدي ان اي من الخمسه برايم اريا او من الثري برايم اريا تمام من الاطراف فبسموه اكسونيوكليز انزيم. هذا بشكل عام. وكذلك عندي اندونيوكليز انه بامكاني يقطع لي قطعه الدي ان اي من الوسط على سبيل المثال او عند منطقه معينه بيتعرف عليها هذا الانزيم فهذا بسميه ايش؟ اندو نيوكليز. بس طبعا لازم عمليه الكات تكون من خلال طبعا المتعرف عليه دبل ستراند لكن ممكن يكون لسنجل ستراند نو بروبلم. في هذا الموضوع بعض من الانزيمات تستطيع انها تقطع السنجل ستراند سواء كان دي ان اي او ار ان اي. اوكي اوكي اذا هذا جانب بيعطيني يعني معلومه على طبيعه الانزيمز اللي احنا ممكن نشتغل فيهم في موضوع الموديفيكيشن بروسيس. الان احنا عرفنا ان النيوكليز هو انزيم بيعمل عمليه كات ممكن يكون اكسو ممكن يكون اندو. هذا من باب المعرفه ليس الا. ذكر لي انواع من انواع اسماء انزيمات تمام بيعملوا عمليه الكت. يا اما مثلا هذا بيقطع لي مثلا 3 برايم اكسو نيوكليوز اوف دبل ستراند دي ان اي اور سنجل ستراند دي ان اي. مقدره عنده الانزيم الثاني نفس القضيه عنده مقدره انه يقطع السنجل ستراند. انزيم اخر ممكن يقطع من باب 5 برايم اكسو نيوكليوز منهم من يقطع 3 برايم اكسو نيوكليوز وهلم جرى تمام. هنا مثلا البايريميدين 5 برايم للبايراميدين. انزيم اخر دي ان ايز مثلا بيقطع سنجل ستراند اور دبل ستراند من اللي هو الخمسة برايم للبايراميدين اذا كانت عندي اللي هو نيوكليوتايد من نوع التي او من نوع السي على سبيل المثال.
عندي اكسو نيوكليز على 3 برايم اكسو نيوكليز دبل ستراند، عندي الار ان اي سنجل ستراند ار ان اي اندو نيوكليز، او عندي مثلا الار ان ايز على سبيل المثال ممكن يعمل لي كت عند 3 برايم للجي واحد اوف الاجوانين. تمام، هذه عبارة عن أمثلة. إذا معناته الآن صار عندي فكرة أنه يوجد هناك إنزيمات لها علاقة في عملية الكت بأسماء مختلفة، وكل واحد منهم له تخصصية في هذا الجانب. تمام، إيش اللي صار مع بداية 1960؟ طبعا بدأت العلماء اللي تبحث وتشوف إيش طبيعة البكتيريا، إيش بصير فيها، وهلما جرة و other cells. وجدوا انه في عندنا انزيم اسمه ريستريكشن اندونيوكليز انزيم، موجوده وين؟ موجوده في البروكاريوت. تمام، وهم ايش وظيفتهم؟ بيقولوا لي انه احنا وظيفتنا موجودين في داخل البكتيريا وبنحمي البكتيريا من الماكرو عفوا الفيجز، البكتيروفيجز او الفيروسز اللي ممكن تدخل علي كبكتيريا وتدمرني. تمام، طيب انت يا بكتيريا هذه الانزيمز اللي في داخلك ممكن تقطع الدي ان اي تاعك؟ طبعا لا. ليش لا؟ لانه بقول لك عندي انا الدي ان اي سبحانك ربي في له موديفيكيشن، يعني صار له عمليه ميتيليشن عند نقطه معينه سيتوسين او ادينين بحيث انه ما يصيرش كت. تمام، ما يصيرش عندي كت لهذا الدي ان اي بتاع البكتيريا. هذا الموديفيكيشن اللي صار منع، وعلى هذا الاساس البكتيريا عايشه. لكن انا مثلا كبكتيريوفيج او فيروس ما عنديش موديفيكيشن، فانت عدو عندي، فانا الانزيمات تاعتي ممكن تقطع بشكل او باخر. طيب الان ايش بقول لي انا هنا؟ بقول لي ان جنرال اذا عرفنا البكتيريا بتقطعش own its own enzymes، يعني بعرف الآن إنه البكتيريا موجود فيها هذه الإنزيمات. بقول لي every restriction enzyme، ها كل restriction enzyme عنده specific site. تمام، يعني في عنا specific site modified. أوكي إنه في عنا موجودة site تاعت الكات في داخل البكتيريا، لكن ما لها، هذه صار لها ميتيليشن وصار لها موديفيكيشن سواء كان عند السيتوسين او الادينين بشكل او باخر. تمام، اوكي. طيب اذا هذا الكلام انا طبعا ذكرته في خلال سياق الحكي. The name restriction enzyme اوكي هنا refer to restriction of some phages to particular bacteria strain in the classical. تمام، يعني بقول لي وين بيقطع؟ في مناطق معينة. In the classical restriction and ligation cloning protocol of any DNA fragment. تمام، essentially involve four steps: DNA fragmentation with restriction and nuclease, ligation of DNA fragment to a vector, transfection and screening. يعني هذا كلام، يعني خلينا نقول عبارة عن كلام عارض، بقول لي اذا انت عايز تشتغل على قطعه الدي ان اي لازم تعملها كت، وبعد هيك لازم تعملها ارتباط مع الفيكتور تاعها، وبعد هيك لازم تنقل اللي هي هذه الفيكتور تحطه في داخل البكتيريا. تمام، وبعد هيك تعمل عمليه انه تتاكد انه البكتيريا دخل فيها هذا الفيكتور من باب المعلومه. اوكي، هنا بيجي بيقول لي عن الريستريكشن انزيمز ان جنرال في عندنا تايب 1 تايب 2 تايب 3. اوكي، هذا الريستريكشن انزيمز الموجود عندنا صنفوها بهذا المنطق، نوع نمبر 1 و 2 و 3 بشكل عام. هذا الاندونيوكليازز تمام، بقول لي في انواع منها اوكي اللي بتعمل عمليه الكات بتقطع تقريبا يعني في عندها ريكوجنيشن سايت. اذا ها الان فهمنا انه الانزيم الريستريكشن انزيم او الاندونيوكليز انزيم في نوع ممكن يقطع يتعرف على الريكوجنيشن سايت. ايش يعني الريكوجنيشن سايت؟ اللي هي عباره عن سيرتين نيوكليوتايد موجوده عندي في القطعه اللي انترستد عشان يقطع فيها. ممكن يكون هذول النيوكليوتايد 4 نيوكليوتايد، ممكن يكونوا 6، ممكن يكونوا عندي 8. ها اذا الريكوجنيشن سايت هي عباره عن
عدة نيوكليوتايدز يتعرف عليها الإنزيم وممكن يقطع بعيد عنها بعد 400 ل 7000 نيوكليوتايد. هذا نوع. نوع آخر كليف أوكير adjacent or wooden recognition site، يعني في بعض من restriction sites ممكن الآن عرفت إنه في عندي نيوكليوتايد 1 2 3 6 8 نيوكليوتايد في الدبل ستراند دي ان اي، ممكن اقطع في النص في وسط هذه القطعه الثمانيه نيوكليوتايد، هناك يحصل عندي القطع او نيار. بعض الاحيان ممكن يكون قلت البيد قول 30 نيوكليوتايد بعيده عن هذا الريكوجنيشن سايت. اذا الان فهمنا انه الريستريكشن انزيمز لها ريكوجنيشن سايت، وكذلك تستطيع ان تقطع بعدة أوجه، يا إما تكون بعيدة عن الريكوجنيشن سايت، يا إما تكون نير، يا إما تكون في داخل الريكوجنيشن سايت. كمان راح أعمل لي توصيفة أخرى بقول لي تنساش إنه هذه كمان الريستريكشن إنزيمز هي عبارة عن إنزيمز ممكن يكون في عندها دومينز، يعني مثلا بقول لي في عندي تايب 1 و 2 و 3. تايب 1 اوكي بقول لي بعمل انا كليفج وبقدر اعمل ميتيليشن واحتاج الى طاقه، لكن القط تاعي راندوم سايتس ديستانس فروم، يعني انا بقطع نوع من انا بقطع بعيد عن القطعه عن منطقه التعرف، لكن انا في عندي كمان بامكاني اعمل ميتيليشن للدي ان اي. كمان الثاني بقول لي انا بعمل عمليه كات مش بحتاج طاقه، انا بقطع في داخل الريكوجنيشن. الثالث بقول لا انا بعمل كليفج وميتيليشن تمام، وانا راندوم نير بشكل عام في هذا الموضوع. اوكي بقول انزيمز ذات كات، سوري انزيمز ذات كات دي ان اي مولكيول انترنالي ات سبيسيفيك بيس بير سيكونس وير ديسكفرد ذات مولكيولر كلونينج بيكيم فيزيبل. بقول لي الاعتراف التعرف على هذا الوضعيه خلانا نسهل عملية انه كيف نعمل كلونينج لقطع الدي ان اي ذات وي ار انترستد ان. فبقول لي التايب نمبر 2 اوكي هذا هو يعتبر النوع الثاني ذا موست يوسفول في المولكيولر بيولوجي تكنيكس الان تمام، هذا الكلام اللي هو ذات وي ار انترستد ان تمام. يجي يحكي لي الان على مفهوم بيكون اوضح اكثر شويه. إذا بنلاحظ هنا في هذا الشكل الموجود عندي بقول لي عملية الكت، على فرض نحن نتحدث عن type number 2 restriction enzyme، بقول لي هنا في عنا أسماء لإنزيمات هنتحدث later on كيف أجت الأسماء تمام. CLA1 EQR1 FNU1 HEA3 and 2 and so on، مش قضية الآن. بقول لي هذه عبارة عن recognition site لمين؟ لهذا الانزيم تمام. وكذلك الـ EQR1 لها recognition site مختلفة، وهل مجرة هنا بقول لي مثلا عندنا recognition site كلمة N يعني أي نيوكليوتايدا مش قضية كبيرة في هذا الموضوع. إذا هذه عبارة عن أنواع recognition site لعدة أنواع من الانزيمات، والنقطة اللي عايز أحكيها هنا إنه هذه الإنزيمات أسماءها أجت من أسماء البكتيريا اللي استخرجت منها الأصل، وضحت؟ في السياق نفسه باجي بقول والله أنا عندي مثلاً إيكو آر 1 فور إكزامبل، هذه جاية من بكتيريا اسمها إيكولاي إشيريشيا كولاي بكتيريا. على كل مش قضية الآن هنا، نيجي نطلع على الجانب الآخر من الفيجر. بقول لي اعرف إنه الريستريكشن سايتس اللي انت بدك تقطعهم ممكن يكون القطع ياخذ عدة اوجه، يا اما يكون عندنا blunt end. ايش يعني؟ زي ما احنا شايفين هنا هذه recognition site سي 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 جي 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 عقبالها طبعا العكس، انا بقطع blunt يعني بقطع بخطوة كأنه مستقيم زي ما انتو شايف القطعة. لو انا عندي قطعة دي ان اي الوت هنا اعتبرها هذه كيلو 2 كيلو مثلا، اعرف انه هنا هيقطع وحيكون بالشكل هذا، قطعتين عندي بالشكل هذا تمام. اذا هذا نوع من انواع الكات بسموه بلانت، وبيقطعوا انزيم اسمه اسماوان وفي له ايش ريكوجنيشن سايت معروف عليه. اذا احنا الان
لو فتحنا الكتالوج، في عندنا كتالوج خصوصي لموضوع restriction enzymes، ورحت طلعت على انزيم بقول لك اه والله هذا انزيم اسمه اسماوان يقطع من الريكوجنيشن سايت سي 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 جي جي جي، تمام، عند درجه حراره كذا يحتاج الى بفر كذا، وتم طبعا بكونديشن معين كذا، ويخزن فيه حاجه كذا في بفر كذا، اوكي. اذا في عندنا موسوعه من المعلومات الان على هذه الانزيمات في موضوع اكتشافه. طيب نيجي للي بعده، بقول لي انا انزيم اسمه ايكو ار 1، انا بقطع 5 برايم اوفر هانج. ايش يعني 5 برايم اوفر هانج؟ احنا بنعرف كلمه اوفر هانج معلق، يعني في الاول تحدثنا بلانت انه انا بقطع من النص فور اكزامبل، لكن زي ما انتم شايفين ما فيش عندنا حاجه معلقه خلص على طول. صار الكات هنا، يعني ايش الكات عاده بصير وين؟ الان ما بين السي والجي في عندنا فوسفو دايستر بوند، تمام، بيقطع من عند الفوسفو دايستر بوند، يعني عند 3 برايم هون عند السي، هنا هون عند السي هنا يكون في عندي انا ايش 3 برايم، تمام، وهنا حيكون عندي 5 برايم مع الفوسفيت 100%. الان هذه نفس القضيه، هنا عندنا نفس القضيه، حيكون في عندنا كات بشكل او باخر، اوكي. هنا حيكون عندي 5 برايم، وهنا حيكون عندي طبعا 3 برايم لانه عمليه بالعكس دايركشن عكس. نيجي نطلع على موضوع الاوفر هانج. اوفر هانج يعني معلق، يعني اجل الانزيم ايش قال؟ انا عندي ريكوجنيشن سايت جي اي اي تي تي سي، تمام، شايفين السهم؟ بقول لي انا اذا كان هذه لقيتها وانا اسمي ايكو ار 1 حروح اقطع من عند الجي واقطع من عند الاي، تمام، يعني من بين الجي اي وهنا الجي اي، لانه عندي انا زي ما انت شايف انا جي اي اي تي تي سي، الكومبلمنتري لها عباره عن جي اي اي تي تي سي، تمام، بشكل هذا بيكون التوصيف. فانا عاده بقطع عند الجي اي، سواء كان بديت من هنا، طبعا انا هقطع من عند 5 برايم، تمام، 3 برايم، هنا عندي 5 برايم لانه عكس 3 برايم، فالقطع ايش بيعطيني؟ فانت في القطع عمل لي بالشكل هذا زي ما انا مأشر الان على السهم، اوكي. فزي ما احنا شايفين الجي مع هنا اللي عقبالها، وهذه الاوفر هانج، اوكي، الحين هذه 3 برايم صح، نهايه احنا قلنا هنا الفوسفو ده ايستر بون، هنا العكس، هنا ال 3 برايم وهنا نيوكليوتايد جديده 5 برايم، تمام. اذا هذا الاساس منطقه ال 5 برايم هي الاوفر هانج، يعني انا في عندي 5 برايم اوفر هانج معلقه، يعني ما فيش لها حاجه على قبالها، وكانه زي ما احنا شايفين بالصوره الطرف يعني مدله ملوش حاجه كومبلمنتري، وهنا نفس القضيه. لكن وين هي المنطقه اللي بيكون في نهايتها 5 برايم؟ عشان هيك سموه 5 برايم اوفر هانج. الان النقطه الثانيه، انا انزيم اسمه بي اس تي بقطع 3 برايم اوفر هانج، نفس القضية، أنا سي تي جي سي اي جي سي تي جي اي سي اي تي، تمام، بقطع 3 برايم. إذا أنت حسيت هنا دام تقطع من هنا، أنت هنا 3 برايم، عفوا بهذا المنطق بكون عندي أنا منطقة ال 3 برايم وهي الأوفر هانج، هي ال 3 برايم وهي الجي، تمام، هذه كمان ال 3 برايم اي، وهنا طبعا الجي، لانه انت ما دام قطعت هنا قطعت نهايه هذه 3 برايم، وهنا عباره عن 5 برايم، لكن مين هو الاوفر هانج؟ 5 برايم، وضحت؟ 3 برايم عفوا سوري، ومين هنا الاوفر هانج؟ 3 برايم. اذا هيك انت بتكون قطعت بداخل الدي ان اي از اندونيوكليز انزيم بمنطق، المتبقي في القطعه هي عباره عن 3 برايم اوفر هانج او 5 برايم اوفر هانج، او ممكن يكون بلانت. على هذا الاساس في عندنا سمو انواع مختلفه في موضوع الكات، تمام. اذا هذه فكره جديده عندنا في هذا الموضوع. بقول لي وان اوف ذا فيرست اوف ذيس تو ريستريكشن انزايم ذا نيوكليز كاركترايز باي بكتيريا اشيريشيا كولاي، بقول لي قاعد بعرفني قاعد وسموها ايكو ار 1، تمام.
ايش كمان بيجي بقول لي؟ بقول لي this enzyme bind to the DNA region with a specific palindromic sequence. ها سمى لي palindromic sequence. In other words, ايش معناه البلندروميك سيكونس؟ The two strands of the binding site are identical, تمام؟ When either is read in the same polarity. لو ايش يعني؟ That is either 5 ل 3 و 3 ل 5 or 3 و 5. بقول لي انت لما انت رحت قرأت تمام؟ من هنا من عند 5 برايم فوق. اوكي؟ خلينا نطلع على الصورة أفضل. ايش معنى البلندروميك؟ بلندروميك خلينا نطلعها هنا عفوا وبعدين نشوف الصورة. البلندروميك بقول لي صيغتين، اني عندي ميرور لايك بلندروم وانفيرتد ريبيتد بلندروم. ايش يعني ميرور؟ In which the same forward and backward are on a single strand of the DNA strand as in the GTAATG. يعني لأن لو رحت أنت قطعت هذه بلندروميك أريا ريكوجنيشن سايت، قطعت هنا الآن هذه ATG زي الموضوع المراية، إنه أنا عبارة عن كوبي إلك، نفسي أنا نفسك لو أنت في المراية. وضحت؟ إنه A أجت هي مع جنبها A، T على T، جي عجي، وكأنه حطينا هذه الثلاثة الموجودين عندي في المراية فهيعطيك اي تي جي ميرور. طيب الآن بقول لي كمان في عندك صيغة أخرى من البلندروميك، انفيرتد ريبيتد بلندروميك. إيش يعني انفيرتد ريبيتد بلندروميك؟ شكل سهل، دي ان اي ستراند جي تي اي تي اي سي. الآن جي تي اي اي تي اي سي من الخمسة هنا برايم بديت بالجي، وكذلك على الناحية الثانية الاستراند الثاني بدون ما اطلع على هذه حأبدأ بخمسة اللي هي عبارة عن جي اي تي تي اي جي جي تي اي تي اي جي تي اي سي عفوا تي اي سي. واضح؟ وكأنه ايش بسموه انفيرتد ريبيت، يعني انا نفسي عندما تقرأني من خمسة برايم لتلي برايم في الاستراند الاولى، انا نفسي اللي حتقراني من 5 برايم ل 3 برايم في الاستراند الثانيه. وضحت؟ عشان هيك سموها انفيرتد ريبيت بالندروميك. واضح؟ خلينا نطلع نشوف هل هذول موجودين او مش موجودين في الشكل اللي انت حكيت لنا عنه يا باشا. نيجي نطلع هنا، هذه العمليه مش موجوده كميرور لانه جي سي ملاش علاقه، تمام؟ نيجي لحاجه هنا جي اي اي تي تي سي. والله عندي جي اي اي تي تي سي اللي بسموه انفيرتد، ماشي الحال. ها واضح؟ احنا قلنا في عنا انفيرتد وعنا ميرور. الانفيرتد مظبوط، الميرور لازم يكون العكس، عفوا يكون عندي مثلا في النص القطع اي تي جي وفي النص الثاني برضو اي تي جي، تمام؟ اذا هذا موجود عندي هنا اللي هي ايش بسموه انفيرتد ريبيت بالندرو، تمام؟ اوكي. والثاني نفس القضيه، في عندنا انفيرتد ريبيت بلندروم. طيب بيجي بيقول لي مثلا هنا بيعرف لي كمان هنا بيعرفنا بايكو ار 1 انزيم بيعمل ريكوجنيشن لست نيوكليوتايد طبعا بيس بير، بيعرف كات جوانين بتوين جوانين اند ادينين، تمام؟ يعني من باب المعرفة في هذا الموضوع. وفهمنا ايش معنات 5 برايم اوفر هانج اند 3 برايم اوفر هانج. يعني بيجي بيقول الان تقريبا اكثر من 120 الان بالنسبة للانواع بتاعت التايب 2 ريستريكشن انزيمز في عندنا a lot of enzymes ممكن يصلوا تقريبا الى 200 الان different enzymes، وطبعا لهم عدة ريكوجنيشن سايت. بعض الاحيان في انزيمز في عندها تشابه ما بين الريكوجنيشن سايت، هذا الكلام ممكن يحصل عندنا. اذا بيجي بيقول لي الموضوع التسميات بتاعت هذه الانزيم، خلينا نحاول نشوف ايش كيف تاتي التسميه لكل انزيم. التسميه بتيجي عندنا من باب انه الان البكتيريا في انها جينيوس جينس، تمام؟ بتاخذ الكابيتال لتر، وفي عندنا سبيشيز
وفي عندنا سب سبيشيز او في عندنا سترين، يعني في عندنا جينس اللي هي الفرع الاساسي، وعندنا سبيشيز اللي هي عباره عن فرع فرعي، والسترين بتاعت هذه البكتيريا. فعشان هيك بيجي بيقول لي ايشو ار 1 عفوا ايكو ار 1، خلينا بس ننتقل وبعدين نرجع لهذا. ايكو ار 1 هنا على سبيل المثال طلع لنا على سبيل المثال هند 3 مثلا، بلاش نقول ايكو ار 1، هند 3 جاياني من مثلا هند 3 هذا اسم انزيم، فيرست لتر اوف ذا جينس نيم هيموفيلس، يعني اول لتر تمام اجاني من بكتيريا اسم بكتيريا هيموفيلس، اند ذا فيرست تو لتر اوف ذا سبيشيز نيم انفلونزا، يعني هيموفيلس انفلونزا يعني اتش اي ان، دي از سترين تايب نوع السترين، ثلاثه is the third enzyme discovered in that organism، يعني هذا الانزيم يعتبر الانزيم الثالث التي تم اكتشافه في بكتيريا الهيموفيلس انفلونزا لسترين نمبر دي، واضح؟ اذا من هنا تاتي الاسماء، وكذلك الاشيريشيا كولاي اي كو اي اشيريشيا كولاي اي سي او تمام، ار 1 اللي هو سترين ار تمام، 1 اللي هو ذا فيرست انزيم تم اكتشافه في داخل الاشيريشيا كولاي تمام، وهل هم جرى بالنسبة لـ other enzymes. إذا فهمنا إنه الاسم الآن يأتي من خلال معرفة الجينس تاعت البكتيريا، وكذلك معرفة السبيشيز تمام اللي جاي منها، وكذلك اسم السترين اللي موجود في داخله هذا الانزيم. إذا هيك بنكون احنا عرفنا كيف أتت الأسماء بتاعت الإنزيمات in general تمام. هذا بالنسبة لمين؟ لا اللي هو restriction endonuclease nomenclature. بيجي بنقلنا هنا لنقطة أخرى في موضوع التعريف بتفيدني، في عندنا حاجة اسمها ايزوشيزمر ونيوشيزمر، ايزوشيزمر ونيوشيزمر، خلينا نعرف ايش معنات ايزو ونيو. بيجي بيقول لي restriction enzymes that have the same recognition sequence as well as the same cleavage site are ايزوشيزمر، يعني بيقول لي بعض أحيان أنت ممكن تلاحظ إنه في عندك إنزيمات إلها نفس recognition site تمام، وكذلك الى ايش عندهم ريكوجنيشن سايت از ويل از ذا سيم كليفج سايت، يعني بنتعرف على نيوكليوتايدز تمام، مثلا على سبيل المثال سي 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 جي 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 الاسماء 1 والاكس ام اي ال نفس الريكوجنيشن سايت، وكذلك نفس الدايركشن بتاعت مين بتاعت اللي هو الكات، يعني الاسماء 1 بيقطع بالشكل هذا والاس والريكوجنيشن والريكوجنيشن سايت نفسها الاسماء 1 الاسماء 1 والاكس اكس ما 1. طيب بعدين ايش بيجي بيقول لي restriction enzyme that have the same recognition sequence but cleaves the DNA at the different site within the sequence are neutralizer. لكن ايش معنات الكلام الان؟ بيقول لي لما اجي اقول ايزو تمام اعرف ايزو انه التنين the same recognition site ايزو شيزومر ونفس الكات الستايل تاع الكات خلينا نسميه، لما اقول نيو شيزومر انه الاقي تو انزيمز تمام، ممكن يكون عندي تو انزيمز اللي هم نفس الريكوجنيشن سايت ولكن الستايل تاع الكات تختلف من الى، وضحت؟ تختلف من ايش؟ من الى، يعني من اسما 1 صحيح بيقطع هنا وممكن يقطع كمان في وضعيه بالشكل هذا، لمين؟ لسيم ريكوجنيشن سايت، هذا مين؟ اسما 1. اذا الاسما 1 مع الاكس ام اي ممكن ياخذوا منحنى انه احنا نكون عباره عن ايزو شوزيمر، وممكن نكون احنا عباره عن ايش؟ نيو شوزيمر بشكل او باخر. تمام؟ اذا النيو شوزيمر وايزو شوزيمر، ايزو شوزيمر تو انزيمز تمام؟ مختلفين طبعا كل واحد جاي من عائله يقطعوا طبعا اللي هو من نفس الريكوجنيشن سايت وكذلك نفس الستايل بتاعه عمليه الكات في هذا الامر تمام. نيو انه نفس الريكوجنيشن سايت ولكن طبيعه الكات الستايل بتاعها يختلف من انزيم الى اخر من انزيم الى اخر. اذا فهمنا هذا المصطلح ممكن يفيدنا بشكل او باخر تمام. هذا جانب. نيجي نطلع على جانب اخر، حكينا عن النومنكليتشر وفهمنا هنا طبيعه الانزيم، زي ما شايفين هنا كات بلانت زي ما انت شايف عباره عن فوسفودايستر بوند
موجود عندنا هي بلانت كات زي ما انتم شايفين، نهايه او اتش بدايه فوسفيت، نهايه او اتش بدايه فوسفيت بلانت كات. تمام، وهذا عباره عن امور كلها توضيحيه بشكل او باخر. اذا اللي هو الاند قلنا في عندنا يا اما يقطع اوفر هاند بسموه او ستيكي اند او بلانت كات بشكل او باخر. تمام، وقلنا ممكن يكون 4 6 8 اللي هو مين الاوفر عفوا الريكوجنيشن سايت. هاو ماتش تو يوز، هاو ماتش تو يوز، هاو ماتش تو يوز اماونت فيري سمبل. بيجي بيقول لي الانزيم، طبعا معايا كتالوج لبعض من الانزيمات موجوده. تمام، هذه الانزيمات طبعا كان نفسي افرجيكم اياهم ولكن نو بروبلم. بقول لي الانزيم موجود عندي بكون في بوتل، تمام، في فايلز، وبكون محتفظين فيه بخلال بفر موجود عندي، وكذلك عندي كمان جليسرول لانه الانزيم عباره عن بروتين ودائما بنحفظه في ماينس 20. طيب هذا الشغله. الشغله الثانيه طبعا هذا الانزيم هو عباره عن بروتين، تمام، واحنا البروتين هذا من وين احنا جبناه؟ من الار ان اي. يعني وكانه انت بتفكر التفكير انه هذا والله ماتشور ار ان اي تحول الى كومبلمنتري دي ان اي، تمام، ورحنا عملنا له انسيرشن في فيكتور وحطيناه في بكتيريا، بكتيريا اخرى، وصار في عندنا كلوننج من هذا البروتين. يعني بكتيريا بتساعد بسموها يعني نحط في فيكتور بيقولوا عنه اكسبريسنج فيكتور، انه الفيكتور هذا بيعطيني بيعمل لي ترانزليشن لقطعه الدي ان اي، اذا بيعطيني المنتج، وبعد هيك احنا بناخذ هذا الفيكتور عفوا ناخذ هذا البروتين اللي تم تصنيعه في داخل الفيكتور وبنستخلصه من البكتيريا. انترستد. اذا هي العمليه عمليه التصنيع الان في الشركات كله بهذا الفلسفه، انه كل الانزيمات مش شرط يكون موجوده البكتيريا الاصليه، ممكن تكون البكتيريا الاصليه نادره، لكن احنا بناخذ قطعه الدي ان اي، تمام، او الماتشور الماسنجر ار ان اي بتاعها الماتشور، تمام، وبنحوله لكومبلمنتري دي ان اي، وبعد هيك بنعمل له ايش؟ كلونينج، وبنضلنا نكتر منه. طبعا كلونينج في فيكتور حنتحدث عنه ان شاء الله في موضوع الكلونينج اللي هو عباره عن اكسبريسنج فيكتور، اوكي، وبتحصل عندنا هذا الكميه، وبنطلع هذا الانزيم البروتين وبنعمل طبعا ترايل مره مرتين ثلاثه، وبعد هيك بيحصل له عمليه ستوك او ستور. فبقول لي تتعامل مع هذا الانزيم بيونت. بيجي بقول لي مثلا في الفايل، في الفايل والله هذه يوجد فيها 10000 يونت بير مايكروليتر او بير ام ال، مثلا بير ام ال 10000 يونت بير ام ال، 5000 يونت بير ام ال، هلم جرا. لازم احنا نقرا البامفلت او الكتالوج، تمام. اذا في بيجي بقول لي عندنا مصطلح اللي هو الانزيم يونت. انزيم ايش؟ انزيم يونت. الانزيم يونت هي عباره عن ايش؟ يعني انزيم يونت هي عباره عن كميه الانزيم المطلوبه، تمام. يعني بقدر اقول عباره define in general amount of enzyme that is required to completely digest 1 مايكروغرام من الدي ان اي اللي انا عايز اعمل له كات في واحده في ساعه واحده في خلال وجود بفر معين لهذا الانزيم، تمام. اذا تعريف اليونت انه تقديرا انه كل يونت، تمام، هي بسموها يونت اوف انزيم defined by اللي هي عبارة عن كمية الإنزيم الموجودة الأماونت التي تستطيع أن تقطع 1 مايكروغرام of DNA في ساعة واحدة مثلا في خلال ساعة من في وجود طبعا بفر سيرتين طبعا كومبوننتس معين، لأنه كل أكيد كل إنزيم له its own buffer، له its own buffer، واضح، له its own buffer في هذا الموضوع، اوكي. اذا فهمنا ايش معنات هذا الامر في عمليه الكت ان جنرال، اوكي، على اساس يعني نختصر الحكي في هذا الموضوع. عمليه الكت طبعا هي بتحصل عندنا في خارج الخلايا، ممكن نعملها في داخل اللي هو اللاب، يعني في خلال اللي هو تيست تيوب، خلال تيست تيوب. معلش انا ان شاء الله هحاول اقف هنا واتحدث ليتر اون عن هذا الموضوع، و نكمل الريستريكشن انزيم يعني باقي شويه على اساس بدناش نطيل المحاضره، وبنكمل ان شاء الله مواضيع اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.